انا يتيم وما عمرني حسيت بالحقره. انا يتيم قريت بالشمع وشديت الاجازه في الضروه. انا يتيم وما تنازلتش على مبادئي واخا حطوا راسي فوق القرطه. انا يتيم من سلاله ولاد حريز ومن تما تعلمت النفخه. انا حجره صقلتها الايام وليت هم وشان وبنادم ديال الكلمه. انا حجره وقصبه حفرتها الصحبه باش نولي نغمه. واش عرفتوني؟ انا الشهيد محمد الحريزي. الكلمه والخدمه واخا عرضوا عليا قصور ونعمه. حلقه اليوم خوتي خواتاتي على اعدام الشهيد محمد الحريزي، الدراع الايمن والخيال والظل والصندوق الاسود ديال المهدي بن بركه. اشنو حكايته وكيفاش تعدم وعلاش عدمو هو ومراته السويسريه وبنته في عمرها 3 سنين. بدايه ديال الطفل محمد الحريزي انه تولد في سنوات العشرينات. المهدي بن بركه كبر منه ب6 سنوات تقريبا. تولد في مدينه سيدي قاسم، مدينه صغيره ومدينه للربط بين القادمين من وسط وجنوب المغرب وبين القادمين من الشرق، وقريبه من مدينه طنجه وكتوفر على تران كيدوز منها. تكلفت الحركه الوطنيه في اطار توسعها ابتداء من سنوات الثلاثينات وتوسيع نشاطها واستقطاب الاذكياء والنجباء لها بالرعايه ديال محمد الحريزي. تلميذ معروف سيدي قاسم انه مجتهد ومتوفق على جرانو، وباش يحسن صورته عنده علاقه جيده مع المعلمين والاساتذه سواء كانوا مغاربه ولا فرنسيين، وكان معروف في سيدي قاسم بزاف. ولان المهدي بن بركه كان دائم التحرك ودائم الحركه وعنده حدس كبير شكون اللي غادي يخدم المشروع الثوري ديالو، ساعد محمد الحريزي باش يمشي لفرنسا ويحصل على الاجازه في القانون. هذا الشيء في بدايه الخمسينات. ولان محمد الحريزي كان طويل ووسيم ومثقف جاب معاه من سويسرا مراته إريكا وفضل يرجع للمغرب. علاقته بالمهدي بن بركه غاديه وكتوعار. الى عرفنا ان المهدي بن بركه هو اللي تكلف بالجانب الامني بعد رجوع محمد الخامس، وعمل ميليشيات امنيه ابتداء من سنه 1955 ووظف بزاف ديال الشباب منهم من طبيعه الحال رشيد سكيرجي في جهاز الكاب 1، وكذلك وظف محمد الحريزي في وزارة الداخلية باش يكونوا العيون اللي كيشوف بها من الداخل ديال هاد الأجهزة. ولكن كل شيء كان كيعرف بأن محمد الحريزي كان محسوب على المهدي بن بركة، وكان كاتم الأسرار ديالو والمرافق ديالو بحال الظليل ديالو فين ما مشى كيمشي، ومطالع بشكل كبير على المشروع الثوري ديال المهدي بن بركه. بعد اغتيال عباس المساعدي قائد جيش التحرير في 27 يونيو 1956، وهي سنه الاستقلال من طرف مجموعه سريه تابعه للمهدي بن بركه، بدات القضيه غتحماض وبدا اللعب كيقصاح وبدا الدور ديال محمد الحريزي كيبان في الحضور الدائم مع المهدي بن بركه، بدءا من الحضور معاه في طريق الوحده. محمد الحريزي كان كياخذ الاحتياطات ديالو، من طبيعه الحال كان عنده اسم حركي هو ميشيل، والرفاق كاملين كيتعاملوا مع هذا الاسم ميشيل انه هو محمد الحريزي. ومن هنا بدا اللعب وبدات القضيه كتقصح. كان الوضع في المغرب بين 1956 و 1960 خطير وغير مستقر. ضبابة عمية كبيرة، ما كاين غير جري عليا نجري عليك، غير قتلني نقتلك. وفي نهاية 1959 أسس المهدي بن بركة حزب جديد هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتوترت العلاقة بينه وبين الحسن الثاني. وفي أواخر ديسمبر 1959 ما بغاش الحسن الثاني أن بن بركة يدير محاضرة فاس مع طلبة جامعة القرويين وتلاميذ ثانوية مولاي إدريس، وكان من الحاضرين في هذه المحاضرة محمد الحريزي بالضبط،
انه الرفيق والصديق وكاتب الاسرار ديال المهدي المباركة. فهاد الاسبوع بالضبط طول نهار 18 جانفي 1959 خطفوا محمد الحريزي من مدينة فاس. يومين بعد الاختطاف ديال محمد الحريزي تعرض عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري وقاد بزاف في الحزب الجديد اللي هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية اللي انفصل عن حزب الاستقلال الموجة من الاعتقالات. علاش؟ لان هذا الحزب الجديد عنده توجه اشتراكي وبنفحة ثورية. بعد اختطاف محمد الحريزي اداه الى معسكر مولاي اسماعيل بالرباط وعرض عليه أفكار باش يتهم المهدي بن بكا انه كان بصدر الاعداد لانقلاب على الحسن الثاني باش يستعملو كورقة وكشاهد إثبات. لكن محمد الحريزي عارف أفقير وعارف شنو في كرسي وجاء وزارة الداخلية وعارف الدليمي رفض هذه المسألة جملة وتفصيلا. وهنا جاء الدور ديال الدليمي لأنه كبر مع محمد الحريزي في سيدي قاسم وكيعرفو مزيان وكيعرفو جديم باش يقنعو بنفس الفكرة ديال أفقير. زوجة محمد الحريزي السويسرية إريكا نوضت القيامة وحيحة وضغطات على السفارة ديال سويسرا ولا القصر كيقلب على مخرج من هذا المشكل. وهنا جا المخطط الجهنمي. الضابط العلام من مدينة سيدي قاسم في السنة الثانية من اعتقال محمد الحريزي وهو في زنزانته وعدوا باش يساعدوا على الفرار ويمكنوا من الوثائق اللازمة لمغادرة التراب الوطني ويغادر المغرب. وفي سنة 1960 تم اغتيال محمد الحريزي إلى فيلا بالسويسي. القد ليمي قدامه ابتسم ليه ضحك معاه وسمح ليه باش يتصل بالاصدقاء والرفاق ديالو وانه بخير وعلى خير. وبعد ايام شد الباسبورات ديالو ديال مراتو وهضروا مع الناس في الخارج راهم غادين راهم جايين لسويسرا. رجال الكوميسير الطيب نائم دليمي غادي يشدوا في طنجة وتنطالي الحيل على محمد الحريزي وغادي يعطوه للمخابرات الكاب ان. وبعد ايام تحركت والدة اريكا من سويسرا وتم اصدار مذكرة دولية ولكن السلطات المغربية ضربتها بمكرة وقالت بان محمد الحريزي والعائلة ديالته غادوا التراب الوطني. اداو العائلة ديال محمد الحريزي ومراته اريكا وبنته في عمرها 3 سنين فيلا بحي السويسي رقم 9 بزنقة مولاي ادريس وتم تصفية العائلة بكاملها برودة ديال الدم والأعصاب سنة 1962. هاد المؤشر ديال قتل محمد الحريزي غادي يوقد رصيد سكيرج اللي كان خدام في المخابرات للهروب إلى الجزائر. وكذلك غادي يتعرض المهدي بن بركة في ظهر الجمعة 16 نوفمبر 1962 لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة قرب بوزنيقة وإصابته بجروح خطيرة في 3 ديال الفقرات ديالو وغادي يداوى في ألمانيا ومن ثم غادي يعيق ويعرف راه مستهدف وبأنه مطلوب بأي ثمن. رشيد سكيرج غادي يفضح كل شيء بعد شهادة الدليمي وأفقير في المحكمة الفرنسية بعد اغتيال المهدي بن بركة وغادي يوضح العلاقة الكبيرة اللي كانت كتجمع المهدي بن بركة مع محمد الحريزي والأسرار الخطيرة اللي كانوا متفقين عليها بجوج وكيفاش دفع محمد الحريزي ثمن كبير بحياته وحياة مرته وبنته. بعد مرور سنوات طويلة مجلس استشاري باش يتخلص من هذا الملف الثقيل غادي يدفع 50,000 درهم لشقيق محمد الحريزي ويجمع الملف ويطويه. نهاية كان محمد الحريزي دائما كيردد الموت هين أمام خوف الطغاة. محمد الحريزي كان يردد الموت هين أمام خوف الطغاة. الموت لا شيء أمام الأمان التي تخيف المرتجفين. الموت لا شيء أمام الوطن. انتهت حكايتنا حلقة اليوم حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.